ندخل بقى للجزء العملي التشيكينج دوكيومنتس. انا وانا بعمل تشيك للدوكيومنتس بدور على ايه بقى اول حاجه بتقع عيني عليها في الدوكيومنتس. يعني انا دلوقتي قدامي فور، احنا كده قلنا انا ازاي بقدر ان انا اجهز الفور. بجهز الفورم، حددنا مين اللي هيحط، مين اللي هيحط الرقم، مين اللي هيكتب الكونتنت بتاع الدوكيومنتس، مين اللي هيراجع، مين اللي هيجي بعد كده يقدم الدوكيومنتس. طيب لما اجي انا بعمل الكواليتي تشيك على الدوكيومنتس ببص على ايه؟ لا مش الريبورت، انا بعمل كواليتي تشيك على الدوكيومنتس نفسها، الرقم والريفيجن والتاريخ. تمام، وايه تاني؟ بكلوز اور اوبن ازاي وهي لسه جايه لي؟ انا جاي لي دوكيومنتس كده لسه محتاج ان انا ابص عليه. طبقه المرافقات المكتوبه على الكفر ترانسميتر. تمام، العنوان، الديت، اتقدم قبل كده ولا لا، الاسم، الستامبس، العنوان. تمام، المرافقات والتوقيع، الاختام، وطبقه متطلبات المرحله، طبقه السيريال مع الموضوع. تمام، طيب انا دلوقتي لما باجي، انا دلوقتي عندي documents اهي قدامي، دي عبارة عن transmitter of documents. انا هبتدي اتعامل معاها. انا خلاص انا كمقاول خلاص انا عملت create للcover ده وخدته وحطيت عليه، اديت السيريال نمبر بتاعه، وجي المهندس كتب لي الكفر بيج بتاعتي او اداني الكونتنت بتاعت السبميتل ده، وانا بدات ان انا احطه وبدات ان انا اتعامل معاه، ان خلاص ده كله جاهز كده للتسليم، وهبتدي ان انا اروح اسلم. الدوكيمنت كنترول بتاع الاستشاري وانس ان هو توصل له الدوكيمنت دي هيبتدي يبص فيها على ايه. اول حاجه بتقع عينيه عليها فيها هي السيريال نمبر. تمام، السيريال نمبر يبتدي يطابق، هل السيريال نمبر ده اخر سيريال، هو بعد اخر سيريال انا استلمته؟ يعني انا مستلم 5 من يومين 3، هل ده رقم 6 والريفيجن بتاعه مظبوط ولا لا؟ هل انا استلمت الدوكيمنتس دي قبل كده ولا لا؟ لا. اول حاجه نبص عليها هي الريكوست نمبر. الريكوست ده النمبر بتاعه ابديتد ماشي مع السيستم اللي انا مستلمه ده ولا لا؟ تاني حاجه الديت، بشوف الديت ده مطابق ولا لا. سي مثلا انا استلمت امبارح ريفيجن مثلا سبميت مثلا رقم 5 او ترانسميتر اوف دوكيمنت رقم 5، وده كان بتاريخ 20 مثلا اللي هو بتاريخ امبارح، ينفع يجيب لي حاجه النهارده ريكوست رقم 6 بتاريخ 19؟ ينفع ولا لا؟ بالظبط. ليه؟ لان حصل فيه سيكونس في الريكوست نمبر بس ما حصلش سيكونس في الديت. هو الديت ده مش مطابق لان هو الديت بعد الديت اللي هو مسلمني بيه. هو ينفع يقدمها لي بتاريخ 20 بس ما ينفعش يقدمها لي بتاريخ 19. تمام، خلينا متفقين على كده. نيجي بعد كده نتكلم في ايه تاني حاجه بعد كده. التالت حاجه نبص عليها الدوكيمنت تايب، نوع الدوكيمنتس دي، انت مقدم الدوكيمنتس دي عباره عن ايه؟ هل هي عباره عن دروينج؟ هل هي عباره عن دوكيمنتس؟ هل هي عباره عن سي دي مثلا؟ ايه نوع الدوكيمنتس اللي انت مقدمها؟ وهل هي مطابقه للاتاتشمنت اللي حضرتك متقدمه ولا لا؟ تمام، بعد كده اشوف الدوكيمنتس دي ايه الهدف من استلام الدوكيمنت دي. انت بعت لي الدوكيمنت دي ليه؟ هل حضرتك بعتها لي فور انفورميشن ولا فور ابروفل ولا فور كومنتس؟ يعني هل هي انا هبعتها للكلاينت عشان يجي عليها ابروفل، ولا انا هديها للاستشاري يحط عليها كومنتس، ولا هل هي فور انفورميشن انا بس هبص على الدوكيمنتس بتاعتي؟ لازم برضو يكون المقاول حاطط تشيك بوكس على اي حاجه من التلاته دول عشان يحدد لك انت الدوكيمنت دي مبعوته ليه. تمام، بعد كده حضرتك هتبص على السيجنتشر الموجود على الدوكيمنتس دي عشان تتاكد ان هي دوكيمنت اصليه متوافق عليها من مدير المشروع وجايه لك. تمام، وبعد كده السيجنتشر بتاعه مدير المشروع. طيب انا كده خلاص خلصت، في كده حاجه ناقصه تانية انا ببص عليها وهي مش موجوده؟ في حاجه ناقصه كده ولا كده خلاص كله تمام كده عندي بالنسبه لي الدوكيومنتس كده تمام اقدر ان انا استلمها؟ لا، ما احنا راجعنا الريفيجن مع الريكوست نمبر 4، راجعنا الدوكيومنت تايب مع، هو المفروض الديسكريبشن هنا خلاص موجود، المرافقات، برافو، المرافقات صح، الاختام صح. حاجه من ضمن الحاجات اللي لازم تبقى موجوده هنا الختم، لازم تكون مع كل ورقه جايه لك
تستشاري تكون مختومة بختم المقاول عن كل ورقة، وأهم حاجة الكفر، إن هو لازم يكون مختوم عشان تتأكد إن ده المقاول اللي بعتها لك، مش ورقة جاية لك في الدرافت أو أي حاجة. تمام؟ ليه فيه 2 توقيع؟ هو هنا مفيش 2 توقيع، هو ده اسم مدير المشروع، وبعد كده ده السيجنتشر بتاع مدير المشروع برضه. ولا حضرتك بتتكلم على التوقيع اللي تحت؟ حضرتك لو بتتكلم على التوقيع اللي تحت، فالتوقيع اللي تحت احنا لسه ما جبناهوش، احنا لسه بنتكلم في الجزئية اللي فوق بتاعة المقاول، لسه ما نزلناش لتحت. تمام؟ وبعد كده لازم نراجع الاتاتشمنتس، هل هي فعلا ريليتد للسبجكت ده، وهل كلها مختومة مقرية ريليتد بالموضوع ولا لأ، هل هي مكتوب عليها النمبر اوف بيج ولا لأ. لازم يتحدد في الكفر بيج هنا بتاعتك كل الدوكيمنتس. انا مثلا ان حضرتك مسلم مع الكفر ده، مستلم 7 ورقات A4، لازم يكون متحدد حجم الورق ونوعه وعدده، لو كان معاه سي دي لازم برضو يكون متحدد. ليه؟ علشان لو وانت في السكان او في التصوير ضاعت من ورقة في النص، وقعت حاجة في النص، وانت بتسلم الورقة دي مع الراجل اللي بيروح يسلم الحاجة وقعت منه حاجة، يبقى احنا متأكدين ان كل الدوكيمنتس دي كلها كنترول في الكفر ده، وما عنديش اي حاجة ناقصة. تمام؟ خلاص انا بالنسبة لي كده ببتدي ان انا استلم، وما عنديش اي مشاكل بعد كده في التسليم. طيب،